17. إذن الكرة لصالح فريق الرجاء البيضاوي. شوط ثاني سيكون شوط ثاني في حاسم في تحديد نتيجة هذه المواجهة. إذن الكرة مع فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب والحاج، والحاج اللي طويلة عند اللاعب حدراف ما تمكنش، لكن الحكم كان قريب وأعلن عن خطأ لصالح فريق الجيش الملكي. هذا اللاعب عبادي، الخطأ غينفذوا اللاعب برحمه اللي يصبح عنصر اساسي بالفعل، عنصر للميسترو ديال الفريق ان شئنا القول. بالفعل انكاتاريزور، وبالتالي هو هذا الدور اللي كان كيقوم به شاكر قبل ذلك. بالفعل، فهو يفتك الكرات بكل سهوله ويحاول البناء الى الامام، وهذه ميزه خاصه في هذه اللعيبات. نعم، اذا الكره مره اخرى لفريق الجيش الملكي كترجع عند اللاعب خضروف مسجل الهدف الثاني عند برحمه باكايوكو. دائما محاوله لابعاد الكرة لصالح فريق أو للاعب الشيخي، لكن الخطأ كان ضد اللاعب بالرحمة اللي كيجي في الدقيقة الأولى من هذه الناحية الثانية. إذا نشاهدوا مرة أخرى الخطأ اللي ارتكبه اللاعب مابيدي في حق اللاعب بالرحمة. إذا كيتنفذ الخطأ في اتجاه اللاعب دياوارا، كتضيع منه كترجع مرة أخرى، ما كاينش خطأ، كان إبعاد الكرة، لكن مرة أخرى الكرة كترجع عند اللاعب بدر بنون عند الحارس أنس زليتي أمام دياوارا اللي كيبعد الكرة أنس مرة أخرى عند اللاعب حدراف. هجوم مضاد لفريق الرجاء البيضاوي داخل المربع، وتدخل جيد لدفاع فريق الجيش الملكي اللي كيخرج الكرة للاعب إلياس حداد. اللاعب إلياس حداد سبق له لعب في الدوري الهولندي. نعم، إلياس حداد اللي تمكن أنه يخرج الكرة بدون ما يرتكب أي خطأ، كيخرجها ركنية لفريق الرجاء البيضاوي اللي كينفذها مرة أخرى اللاعب حدراف اللي كان وراء العملية اللي أعطت هذا الركنية. إذا حدراف ينفذ الخطأ في اتجاه المربع، خروج الحارس لكنه كيرجع مرة أخرى وكيبعد الدفاع. تباس لصالح فريق الرجاء البيضاوي، كينفذوا اللاعب الحافظي بسرعة عند لاعب خضروف. ركنية لصالح فريق الرجاء البيضاوي، ضغط مع بداية هذه الجولة الثانية لفريق الرجاء البيضاوي. أكيد أنه له رغبة كبيرة في البحث عن هدف التعادل، رغبة كبيرة في تسجيل الهدف، وشاكير هو الذي ينفذ الخطأ هذا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. أمام اللاعب حافظي، هل يمرر الحافظي أم يمرر المربع العمليات؟ إذا للحافظي لشاكير مرة أخرى داخل المربع، لكن كانت كسيرة كترجع مرة أخرى عند فريق الجيش الملكي، كتصبح هجوم مضاد، لكن الحاج كان في المكان المناسب وكرد الحارس أنس زنيتي. أنس زنيتي عند اللاعب مابيدي عند الحاج، كترجع مرة أخرى عند أنس زنيتي. إذا نتمنى أن نشاهدوا جولة بحال الجولة الأولى أو أحسن بكثير، لأنه كانت محاولات، كانت أهداف من الجانبين. خضروف حاول مرة لكن بالرحمة كان قريب، جات عند لاعب حفيظي مرة أخرى. صراع بين المدافعين ديال فريق الجيش الملكي وهجوم فريق الرجاء، كتسمع هجوم مضاد بوسط لاعب إبراهيم تونغارا، هجوم لفريق الجيش الملكي. الكرات كتضيع بين الفريقين من هذه الجهة جهة أخرى، وبالتالي تصبح هجوم مضاد لفريق الجيش أو لفريق الرجاء البيضاء. الكرة عند لاعب شاكير اللي كيبعد الكرة عند حافظي، حافظي مازال محتفظ بالكرة، حاول التمرير لكن كتمشي خمسة، كتمشي عفوا تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. شاكير كينفذها، شاكير عند اللاعب عبادي، ضاعت كترجع مرة أخرى عند فريق الجيش الملكي. تمريرة جيدة لكن بانون كان في المكان المناسب، الجهة اليسرى عند لاعب بوطيب، كتنطلق هجوم عند لاعب حدراف ضائعة، كترجع مرة أخرى عند اللاعب مابيدي عند بدر بانون. إذا حتى الآن فريق الرجاء البيضاوي يحاول تدبير الكرة على مستوى المساحه ديالو. الملاحظ هو ما كنشوفوش في هذه المقابله كيغيب في هذيك الحمله المنظمه، وكنعرفوا السي حسن بانه من اصعب الحملات اللي غيدرب عليها المدرب في الحصص التدريبيه هي الحملات المنظمه. نعم. وبالتالي الاسهل للوصول الى المرمى هي الحمله السريعه المرتده، ولا اللاعب المباشر هما اللي كنشوفهم حتى الان في هذه المقابله. وكره مره اخرى لفريق الرجاء البيضاوي، هذه محاوله
كل اللاعبين كلاحظوا انه الجيش الملكي يعتمد على كل لاعبيه للدفاع، كل لاعبيه وايضا للانطلاق من وسط الميدان والبحث عن الهجمات المضاده. والجيش الملكي في حال فقدان الكره كيرجعوا ككتله فريق مع توازن دفاعي، تصغير المساحات وتقليل ليزانسيرتيتود. نعم، اذا شاكير ينفذ التماس في اتجاه اللاعب الحافظي، تدخل بالرحمه والحكم يقول تماس لصالح فريق الجيش الملكي. اذا تلاحظوا انه من بين اللي كيساعدوا المدرب خير في المهام ديالو لاعب الهلال، لاعب سابق ايضا ديال محسن الهلال، لاعب سابق لفريق الجيش الملكي. اذا ينفذ تماس لصالح فريق الجيش الملكي، سوء تفاهم بين اللاعبين ديال فريق الجيش اللي كيخرجوا الكره بين بالرحمه وطنقره، وبالتالي كتخرج الكره التماس مره اخرى لفريق الرجاء البيضاء عند اللاعب شاكير. شاكير اللي كيرد الوراء عند اللاعب الحاج، والحاج في اتجاه الحارس انس زنيتي. ما يغيب عند الجيش الملكي وعند امتلاك الكره ما كاينش ذاك الانتشار الجيد والتقدم للامام وعدم ضياع الكره بسرعه، لانه كيضيعوا الكره بسرعه عند امتلاك الكره. نعم، وكره مره اخرى عند فريق الجيش الملكي عند طنقره، تمريره جيده ضائعه كترجع عند اللاعب شاكير، كترجع هجوم خطير لفريق الرجاء، لكن مره اخرى كيتمكن منها الدفاع ديال فريق الجيش، وكترجع مره اخرى عند اللاعب ديال فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب ياجور من الجهه اليمنى عند مابيدي، مابيدي في اتجاه اللاعب عبادي، عبادي اللي مازال محتفظ بالكره كيمرر شاكير، شاكير بدوره كيمر عند حفيدي، كانت هناك محاولة للمرور لكن كرة ضائعة كترجع عند طنقرة مرة أخرى عند بالرحمة، طنقرة ضائعة كتمشي عند اللاعب شاكير عند حفيدي عند اللاعب خضروف بسجل الهدف الهدف الأول لفريق الرجاء البيضاوي، وكترجع مرة أخرى عند الحكم يقول خطأ لصالح فريق الجيش الملكي او لصالح فريق الرجاء البيضاوي يقول الحكم. اذا الحكم سيد تيازي الذي يقود هذه المواجهه. اذا الخطا اللي ترتكب في حق اللاعب مطيب لاعب فريق الرجاء البيضاوي، 6 دقائق او 7 دقائق على بدايه هذه الجوله الثانية من المواجهة التي تجمع الفريقين، فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي. تمريرة سريعة ومابيدي ما تمكنش من الكرة وكتمشي عند الحارس بورقادي، الحارس بورقادي تلقى حتى الآن هدف، وكانت ضربة الجزاء اللي مرت فوق المرمى ديالو، الكرة عند شاكير، شاكير في صراع الكرة كيتمكن في نهاية المطاف. إذا شاكير اللي كيحاول أنه يبين اللاعب دياورا بالحركة اللي قام بها، ولكن في نهاية المطاف كنظن أنه كاد يرتكب خطأ مرة أخرى. إذا نشاهدوا دياورا وشاكير في هذه العملية التي أعطت ضربة خطأ في نهاية المطاف للاعب شاكير، أعلن عنه الحكم السيد تياز. دياورا كيبان بأنه إن أبيرسيو في هذه المقابلة، ولكن كيقوم بعمل كبير بدون كرة، كيساند الأصدقاء ديالو عند امتلاك الكرة، وبالتالي كيخلق ممرات لبعض المهاجمين ديال الجيش الملكي. وكرة مرة أخرى وتماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب الحفيظي، الحفيظي اللي غادي ينفذ او اللاعب شاكير ولا غادي ينفذ تماس، الحكم يطالب توقيف اللاعب. نشاهدوا شنو اذا ربما الاشاره اللاعب، كاين هناك اصابه اللاعب شاكير لتطلب التدخل الحكم حتى تعطى له الاسعافات الاوليه. اذا تماس غير ينفذوا اللاعب خضروف عند الحافظي، الحافظي مازال او الخضروف مازال محتفظ بالكره، حافظي مره اخرى كنلاحظوا انه ربما فريق الرجاء البيضاوي ما غيرش الاتجاه ديال الكره وكيلعب في نفس المكان. ما غيرش الاتجاه ولكن محتاج الى تغيير في الوسط الميدان، خصوصا اخراج العبادي وادخال لاعب اخر اكثر هجوما، لانه محتاج يجر للمسانده الهجوميه حدراف كذلك والحافظي وخضروف. نعم، ومره اخرى كتنطلق هجوم لصالح فريق الجيش الملكي بوسط لاعب دياورا، لكن كتمشي الكره التماس، تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي، كيتنفذ بسرعه عند لاعب مابيدي، مابيدي عند بدر بنون عند لاعب خضروف، حافظي مازال
محتفظ بالكره. بامكانه تمرير اللاعب حدراف اللي كان في موضع جيد، لكن فضل انه يمررها تمريره اللي مشات عند حارس ديتي، وكانت في نفس الوقت تسلل لصالح فريق الجيش الملكي. بالنسبه للجانب البدني ديال ليفار، هو حضور بدني جيد يساعد على التدخل الرجولي في اكثر من مناسبه. بالنسبه للرجاء، ما يميز هذا الجانب عند الرجاء هو السرعه، لو ان كونتر ان ولا لو دو، لو ان كونتر دو. لاحظنا ياجور كيدير الفريق، حدراف كيدير الفريق بسرعه في الامام. نعم، اذا خطا لصالح فريق الجيش الملكي، غير في الحارس محمد امين البرقدي في اتجاه من؟ في اتجاه محمد كمال، مسجل الهدف الاول لفريق الجيش الملكي. كتب شي تماس مره اخرى لفريق الجيش الملكي. ما لاحظناش نفس الدفاع ديال الجوله الاولى بالنسبه للفريقين معا، لفريق بالفعل. نعم، اذا محاوله مره اخرى لفريق الرجاء البيضاوي، هجوم سريع كتنطلق الكره لكن كتمشي عند اللاعب بالرحمه مره اخرى في نهايه المطاف. بالرحمه للاعبين اللي كيتواجد في المكان اللي خاصو يتواجد فيه. بالفعل هو في المرتكز ديال الوسط. نعم، كره مره اخرى خطا لصالح فريق الجيش الملكي. كان بامكان الحكم سيتيازي انه يترك الامتياز خلال هذه الكره، لكن كان اعلن على الخطا قبل ما تمشي الكره عند فريق الجيش الملكي، وبالتالي خطا لصالح فريق الجيش. كيتنفذ، كتسدى لها اللاعب الحاج، كترجع مره اخرى عند اللاعب مابيدي، انطلاقه من الجهه اليسرى، لكن اللاعب مابيدي ربما تخلص من الكره، حاول انها ما تخرجش التماس اكثر ما هو كانت تمريره، والحكم يقول خطا لصالح فريق الجيش الملكي. الجانب التقني عند الجيش الملكي، عند امتلاك الكره تضيع بسرعه وعدم القدره على الحيازه لوقت طويل الكره. كذلك بالنسبه للرجاء فهو كينوع ما بين التمريرات الطويله والقصيره، والحافظي امتاز باللمسه الاخيره حتى الان. اذا خطا لصالح فريق الجيش الملكي، ومره اخرى في تنفيذ اللاعب بالرحمه اللي كما ذكرنا انه نشاهد معنا المشاهدين الكرام في الجوله الاولى، انه اعطى الامتياز من خلال فريق الجيش الملكي على تري ضربه خطا على الحكم السيد التيازي، وكانت وراء الهدف الثاني للفريق المحلي. اذا خطا مره اخرى، ولكن ليس بنفس التموضع، ولكن نفس المنفذ اللاعب بالرحمه. سيحاول انه ربما تكون تسديده قويه على عكس التموضع ديال ضربه خطا اللي عطات الهدف، كانت تطلب تركيز اكثر من تسديده انها تكون فيها القوه. لكن الان البعد ديال المسافه عن المرمى كتخلي على اللاعب بالرحمه. سنلاحظ كيف سيسدي تسديده قويه فوق المرمى، فوق المرمى ديال الحارس انس زنيتي. بالنسبه للجانب التكتيكي الفريقين، الجيش الملكي كيلعب ب 4 5 1 برجل ارتكاز واحد هو بالرحمه، والرجاء كيلعب ب 4 5 1 كذلك برجلين في الوسط الدفاعي هو العبادي ومبيد. وتماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي، يتنفذ بسرعه حتى الان. شاهدنا كما ذكرنا مجموعه من المحاولات اللي كانت من الجانبين لهدات برمى الحارس على الخطوط، الحارس انس الزنيتي، مع اخرى كانت ايضا في اتجاه مرمى الحارس البرقاني. اذا كره مره اخرى لفريق الرجاء البيضاوي، لكن كره ضائعه، اللاعب حدراف تمكن منها مره اخرى يمرر، لكن كتمشي فقط عند دفاع فريق الجيش الملكي وبالضبط عند الحارس محمد امين البرقادي عند اللاعب دياورا. الحكم يقول خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي هذه المره ضد اللاعب مصطفى اليوسفي. مصطفى اليوسفي تمريره الجاليه اليسرى، محاوله لفريق اللاعب حافظي، كيتمكن من هذه الكره اللي كانت جيده في نهايه المطاف ما خرجت شيء، وكترجع مره اخرى كتصبح هجوم مضاد لفريق الجيش الملكي. سريع، خطا انذار، خطا وانذار لمابيدي كنظن، لانه كان التدخل ديالو من الخلف كان واضح ان الحكم السيد تيازي لن يتردد في توجيه الانذار للاعب مابيدي بعد هذه المحاوله اللي كانت سريعه وكان يمكن تشكل خطوره على مرمى انس زنيتي. اذا اللاعب ذاك مابيدي الذي يعتذر لتونغارا عما بدر من، هذه محاوله لفريق، لكن الحكم كان قد اعلن عن تسلل لفريق لصالح فريق الرجاء البيضاوي.
من ناحيه الجانب الذهني بالنسبه للجيش الملكي، فالطاقه العقليه والقدرات الذهنيه تساعد على التركيز في مراحل صعبه من المواجهه. بالنسبه للرجاء التواصل واخذ المعلومه الصحيحه في وقتها تنقص بعض الاحيان، وعياء ذهني موجود عند بعض اللاعبين امثال بانون. نعم، اذا محاوله مره اخرى عند بدر بانون اللي بعد الكره كترجع مره اخرى عند فريق الجيش الملكي. دائما اللاعب الياس حداد اللي غيحاول يرد الامير برقادي، بالفعل كيرد الامين البرقادي اللي غيردها لي مره اخرى لانه هو اللي كيتواجد في المكان، بل كيفضل انه يمرر اللاعب نديب الرحمه. تمريره طويله، محاوله جيده، لكن خروج انس زنيتي اللي ارتكب خطا لانه المحاوله ديال حاول يبعدها بطريقه فنيه، ولكن كاد انها تكون خطيره على مرمى لولا انه اللاعبين ديال الجيش ربما تباطؤوا في استغلال هذا الخروج عند اللاعب برحمه. تمريره جيده، الحكم يقول تسلل وانذار، ربما خصو يجي انذار لانه في نهايه المطاف الحكم اعلن عن خطا، ولكن مع ذلك اللاعب واصل الدياوره، وصل انه سدد الكره. اذا اللاعب ربما اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي واللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي القديوي يستعد لدخول ضمن تشكيله فريق الجيش. الكره مره اخرى عند فريق الجيش الملكي، كتضيع كترجع عند اللاعب العبادي، العبادي الجهه اليسرى عند حدراف، حدراف اللي غيحاول ينطلق، ايضا كيراوغ دائما حدراف، عمليه واحد اثنين داخل المربع وتدخل دفاع، تدخل جيد اللي كيخرج كره ركنيه. وهذا هي اللي قلت لك ما ميز السرعه، عند حدراف وعند يازور لو ان كونتر ان حتى لو ان كونتر دو. هنا لاحظ ضد جوج لاعبين فقد امتاز عليهم بالسرعه. نعم، اذا الحافظي هو اللي غينفذ الركنيه. اذا الحافظي كيمررها بقصيره عند لاعب حدراف، عند الحافظي اللي في اتجاه الحارس البرقادي. كانت تمريره وتسديده في نفس الوقت وفي نهايه المطاف مشات عند الحارس محمد امين البرقادي، وكتبقى النتيجه على حالها بعد مرور 62 دقيقه على بدايه هذه المقابله. بالنسبه للممر التفضيلي للجيش الملكي من الدفاع اللاعب المباشر لدياورا، بالنسبه للرجاء في غياب جبيره تاه وظل الممرات اليسرى خصوصا. هذه محاوله مره اخرى لفريق الرجاء البيضاوي، ولكن الياس حداد كان في المكان المناسب، تمكن من الكره، كترجع مره اخرى عند فريق الجيش الملكي عند لاعب الغنجاوي اللي كتبعد الكره وكتمريره جيده، محاوله من الجهه اليمنى داخل المربع، لكن انا زنيتي كنظن ان مهمته سهله في تسديل هذه الكره، وبالتالي سيكون هناك تغيير في صفوف فريق الرجاء البيضاوي. هو اول تغيير، سيدخل لاعب الوادي عبد الكبير، هو الذي سيدخل في هذه اللحظه، سيدخل مكان من فؤاد السوكي يقول انه اللاعب الوادي هو الاقرب الى الخروج خلال هذا الاعتماد على رجل ارتكاز واحد والدفع باربعه لاعبين في الامام. نعم، هذه محاوله مره اخرى لفريق الجيش الملكي امام تشيعات الجماهير ديالو عند لاعب دياورا، محاوله وتسديده، محاوله وتسديده اللي كانت بعيده على مرمى انس زنيتي، ما كانش فيها تركيز وما كانش تسديده اللي هي كنقولوا كادري ضاعت على فريق الجيش الملكي. كره مره اخرى عند لاعب الحافظي، الحافظي يمر عند خدروف، اللاعب خدروف كتمشي مره اخرى لصالح فريق الجيش الملكي عند اللاعب دياورا. هذه محاولة بدر بانون اللي كيحاول يدخل، لكن كترجع مرة أخرى عند فريق الجيش الملكي اللي حتى الآن يمكن أن نقول لا زال يحتفظ على امتياز أنه أن له كرة احتكار الكرة في خلال هذه الجولة الثانية. أيضا الأمور على مستوى احتكار الكرة ما تغيرتش كثير بين الجولة الأولى والجولة الثانية. بالفعل، وكاين اللاعب المؤثر بالنسبة للجيش الملكي، أرى بأنه بالرحمة لاعب مؤثر بكل امتياز، حضور على كل المستويات. وبالنسبة للرجاء فالحافظي بفضل تمريراته المميزة يستحق هذا النعت. إذا أول حاجة هو الذي سيغادر أظن اللاعب أول حاجة بالفعل هو الذي سيغادر وليس عبادي كما كان تخمين ديال سي فؤاد عسو، وبالتالي الوادي يدخل في هذه اللحظات. هل هو تغيير
في استراتيجيه اللعب بالنسبه لغاريدو؟ ما عرفتش، ولكن بعد غادي نكتشفوا علاش، لانه واش غيعتمد على ثلاثه المدافعين او غادي يرجع واحد من الوسط لمسانده الدفاع. نعم، اذا ضربه خطا لصالح فريق الجيش الملكي كتنفذ، لكن كتدخل الدفاع عند لاعب الحال، هذه كانت محاوله لكن الدفاع ما بيدي يتدخل. اذا محمد كمال كان انه حاول يمرر الكره لكن ما بيدي كيدخل كما ذكرت، والحاج غادر دخل مكان اللاعب الوادي. نشاهدوا مره اخرى هذه العمليه اللي كيدخل فيها اللاعب ما بيدي وكيخرج كره ركنيه لصالح فريق الجيش الملكي. مهدي بالرحمه هو اللي غينفذ الركنيه لصالح فريق الجيش الملكي داخل المربع بضربانون مره اخرى تعود عند كتسديدها لكن بدون اتجاه، فقط كتمشي 5 متر و50 لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا كاين عمل ديال اثناء قبل واثناء المقابله انه والان سياتي بعد كل صهير هذه المقابله ما بعد المقابله سواء داخل الملعب او ايضا خارج الملعب في اطار مواكبه الجماهير حتى تغادر ارضيه الملعب بكل سلام. محاوله مره اخرى لصالح فريق الجيش الملكي عند اللاعب أشوية، اللاعب أشوية مازال محتفظ بالكرة كيدع منه كترجع مرة أخرى عند فريق الرجاء والضغط كتمشي تماس اللاعب الوادي اللي من عناصر اللي التحق فريق الرجاء البيضاء وإن كان لم ما حضرش مقابلة كتار داخل الفريق بالفعل. إذا كرة ضائعة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي كترجع عند اللاعب الحافظي مازال محتفظ بالكرة كتضيع منه كترجع دائما عند فريق الرجاء البيضاوي عند بدر بانون عند لاعب عبادي أمام لاعب مابيدي لكن ربما كيفضل أنه يغير الاتجاه كيمرها اللاعب حدراف. محاولة الأغلب المحاولات التي يقوم بها فريق الرجاء البيضاوي أنها تكون من الجهة اليسرى. إذا حدراف مرة أخرى وربما هذا هو اللي كيخلي فريق الجيش أنه كيعزز اللاعبين ديالو كيعزز الوجود ديالو على مستوى الجهة اليسرى باش يعرقل أي محاولة ديال فريق الرجاء البيضاوي. الكرة عند اللاعب خدروف كترجع عند مابيدي عند خدروف مرة أخرى. شاكير أمامه اللاعب حدراف خدروف اتجاه اللاعب حدراف لكن خروج الحارس امين برقادي لتسدي لهذه الكره والدقيقه 68 دائما امتياز لفريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي اللي كيصبح الان رصيده بالنتيجه الحاليه في انتظار انه دون احتساب انه شنو غيوقع بعد ذلك. الان فريق الجيش الملكي له 28 نقطه وفريق الرجاء 31 نقطه لكن بطبيعة الحال هناك 22 دقيقة من عمر المقابلة يمكن أن تسجل فيها أهداف لا الفريق الجيش الملكي لا الفريق الرجاء البيضاوي. وبطبيعة الحال نتمنى أن تبقى المقابلة مفتوحة حتى آخر دقيقة من أجل الفرجة ومن أجل المتعة الجماهير الحاضرة وأيضا المشاهدين الذين يتابعون هذه المقابلة. إذا خطأ يقول الحكم السيد تيازي للاعب محمد او لاعب أشوية. اذا نشاهدوا مره اخرى الكره اللي عطات الخطا للاعب أشوية. بالنسبه لنسبه امتلاك الكره فهي جد متقاربه ولكن كتعتبر سلبيه بحكم عدم استغلال المساحات للامام وفي العمق، لانه الامتلاك الكره خصها دائما تمشي في العمق واستغلال المساحات ديال الامام. وخروج اللاعب الغنجاوي ودخول اللاعب القديوي اول تغيير ايضا في صفوف فريق الجيش الملكي. اذا جوج تغييرات، واحد كان فريق الرجاء البيضاوي واحد فريق الجيش الملكي. اذا خروج اللاعب الغنجاوي وكيعوضوا اللاعب القديوي في الوقت اللي كان، والحاج ايضا من فريق الرجاء غادر وعوضوا اللاعب الوادي. هذه محاولة لفريق الجيش الملكي كانت تمريرة لكن كتضيع وكتعطي
على الأقل ركنية لفريق الجيش الملكي. إذن ركنية لفريق الجيش الملكي نصل إلى الدقيقة 70 20 دقيقة. محمد كمال هو من سينفيد الركنية واللي كان مسجل الهدف الأول، هدف الامتياز في البداية لفريق الجيش الملكي. كترجع مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب بالرحمن المربع. خطأ يقول الحكم لصالح فريق الرجاء البيضاوي، والحكم يعطي خطأ ضد اللاعب دياورا من فريق الجيش الملكي. حماس كبير خلال هذه المقابلة اللي شاهدناه خلال الجولة الأولى والجولة الثانية، خصوصا وسط المدرجات، لا فريق الجيش الملكي لا فريق الرجاء البيضاوي، وهذا هو اللي كيعطي ملح المقابلة وكيزيد في حماس اللاعبين للعطاء ولتقديم الأحسن. كرة مرة أخرى عند فريق الجيش الملكي ضائعة عند اللاعب الحافظ، ضاعت منه بدوره أيضا وكترجع عند اللاعب بالرحمة. بالرحمة مازال محتفظ بالكرة كيمرها، لكن تصدي ديال اللاعب مابيدي عند اللاعب محمد الكمال. اللاعب بوطيب تصدى الكرة والحكم يقول خطأ لصالح فريق الجيش الملكي ضد اللاعب حدراف، وسيكون هناك تغيير آخر في هذه المواجهة. إذا ربما جوج تغييرات دفعة واحدة. مابيدي اللي غادي يغادر ويدخل مكانه اللاعب، تغيير اللاعب اللي غيدخل هو إيلاري روميو روميد دونيس، وسيكون لك أيضا دخول رقم 2 اللاعب محمد دويك وخروج مولير عبادي. مولير عبادي أخيرا يخرج فؤاد عسو. ربما سبق الأمور التكتيكية على الأمور الفردية، هذه كانت تسديده ضعيفه وضعيفه جدا، وربما ما كتشوفش بانه على بعد 19 دقيقه الدقيقه 71 الحكم المدرب غاريدو غامر انه غادر غير ثلاث لاعبين وبادوار دفاعيه، فهو كيلعب دابا الكل الكل، دخل اللاعبين بادوار هجوميه، وبالتالي غنشوفوا القيمه ديال هذه التغييرات في مستقبل الدقائق. نعم، اذا محاوله تسديده قويه لكن كتمشي بعيدة عن المرمى ديال الحارس البرقادي. إذن ثلاث تغييرات، جوج تغييرات دفعة واحدة، ربما يكون تأثير عليها لأنه هذا اللاعب دويك اللي دخل في هذه اللحظات، هل هو مغامرة يمكن أن نقول تعطي نتائج ديالها. أيضا احتكار الكرة 52 مقابل 48 احتكار هذه الكرة، هل ستكون أو هذه التغييرات هل تعطي ما هو منتظر منها بالنسبة للمدرب غاريدو، أم ستكون مغامرة غير محمودة العواقب؟ على عين سنرى خلال ما تبقى من الوقت 17 دقيقة على نهاية هذه الجولة الثانية. دائما في النتيجة المسجلة تفوق فريق الجيش الملكي بهدفين لواحد. الكرة عند لاعب خضروف، عند حدراف، عند لاعب كتمشي عند لاعب دويك، لكن ضائعة كترجع مرة أخرى عند بالرحمة. بالرحمة اللي مازال محتفظ بالكرة كيحاول ربما يحاول يحمل نفسه أكثر من الطاقة ديالها. مراوغة أربع لاعبين في الوقت اللي كان بإمكانه التمرير لأحد أصدقاء ديالو. دي محاولة لفريق الرجاء البيضاوي، خطيرة المحاولة في اتجاه المربع عند حدراف، دا كترجع مرة أخرى. ضغط في هذه اللحظات ديال فريق الرجاء البيضاوي عند خضروف، لكن كرة ضائعة غتصبح هجوم مضاد لفريق الجيش الملكي عند لاعب محمد كمال الجهة اليسرى. كنظن انه دفاع فريق الرجاء البيضاوي بحثا عن هدف تعادل قد يستغله فريق الجيش الملكي لتعزيز الحصة لتجي الهدف الثالث. هذه محاولة بواسطة لاعب تونغارا ضاعت منه، كترجع مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب حدراف. انطلاقة غتكون هجومات وهجومات مضادة، أربع لاعبين أمام حدراف، كنظن أنه من الصعب عليه يتجاوزهم، لكن كيراوغ في المرحلة الأولى. هل ينجح بعد ذلك؟ هل يتمكن؟ ما كاينش خطأ أظن، ما كاينش خطأ، لأنه اللاعب حدراف ربما استنزف الطاقة البدنية ديالو، هو كيحاول يراوغ أربع لاعبين وكيحاول يحمل كما ذكرت قبل ذلك نفسه أكثر من الطاقة اللي هو كيحملها. إذا الكرة مرة أخرى عند محمد كمال، هجوم مضاد لفريق الجيش الملكي سريع
عند لاعب القديوي، دائما محاوله لفريق الجيش الملك. ولا هضرنا على الكحل سعد اللي لعب في 15 الايديسات الدوي كذلك، فهو من مواليد 1 مارس 1999. شيء جميل باش نشوفوا لاعبين مثل فهاد السن هذا. فتحيه كبيره لكاريدو اللي كيخدي كياخذ لو ريسك ويدخل بحال هاد اللاعبين، وكياخذ لو ريسك في اللحظه المناسبه انه كيدخلهم. دائما ملي كتكون واحد الفرقه كدور كيكونوا اللاعبين كيوصل العناصر اللي عندها التجربه اللي عندها الامكانيات باش هما كذلك انهم يستنشفوا هذوك اللاعبين وياخذوا منهم ربما من تجربتهم ويستافدوا. اذا لا لاعب كحال لا لاعب دويك، اذا لاعبين شباب اضافه للاعبين اخرين اللي كاينين في المدرسه ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي بامكانهم انهم يعزوا الفريق مستقبلا. اذا الكره ضائعه عند الحارس انس زنيتي، نصل الى الدقيقه 75، اربع ربع ساعه هي المتبقيه من عمر هذه المواجهه، اخر لحظات. دائما تفوق للفريق المحلي فريق الجيش الملكي. الكره مره اخرى هجوم مضاد عند لاعب الوادي، ضاعت منه كترجع مره اخرى عند الوادي اللي كيتمكن. كانت مراوغه جيده وانطلاقه ديال فريق الرجاء البيضاوي بحثا عن تعديل النتيجه عند لاعب حدراف. تدخل اللي كان قوي بوسط لاعب الياس حداد وكيخرج التماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا اللاعب شاكير هو اللي غينفذ الخطا، ربما الحكم لم يقل التماس بل قال خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. اذا نفذ اللاعب شاكير هو اللي كينفذ الخطا. ضربه راسيه فوق المرمى، اللاعب خدروف ضربه راسيه مركزه بشات شيئا ما فوق المرمى ديال الحارس. واول ظهور من تسجيل الهدف، من سجل الهدف يلا شلناه الان خضروف. نعم، اذا ضربه راسيه بشات شيئا ما فوق المرمى ديال الحارس ديال فريق الجيش الملكي الحارس محمد امين البرقاني. اذا حتى الان ربما نشاهدوا لحظات اللي غيكون فيها فريق الجيش الملكي سيحاول باي ثمن انه يدافع على النتيجه ديالو، دفاعا ايضا محاوله كسب الوقت، محاوله كسر الحماس ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي. وهذه بطبيعه الحال كل شيء كيدخل في اطار اللعبه، في اطار انه فريق الجيش الملكي يسعى الى الحفاظ على نقاط الثلاث التي هي من نصيبه حتى الان، حتى حدود الدقيقة 78 من عمر هذه المقابلة. والمتبقي من عمرها سنرى في المستجدات ما سيجري خلال هذه المواجهة، ما ستعرف النتيجة، هل ستتغير، هل ستبقى نفسها على أين، سنرى ذلك في انتظار الدقائق المقبلة. منذ ضياع ضربة الجزاء ويجور فهو غاب نهائيا، وبالتالي اثرت سلبا عليه هذه ضربة الجزاء. كنت ماشي كنتمنى، ولكن كان عليه انه يخليها لواحد اخر، لانه ما دام انه سجل وقادر على تسجيل اهداف بدون ضربة جزاء، سجل 11 الهدف بدون ضربات جزاء، وهو الرغبة ديالو ربما في تعزيز الحصة ديالو انه تولي 12 هدف، لانه بالفعل حتى الان بعد مرور 17 دورة عنده 11 هدف. هذا اللاعب القديوي والحكم يعلن عن خطا، كاين خطا بالفعل، كاين خطا لصالح فريق، وكنظن انه اللاعب بدر بنون وجب انه يتجاوز الاحتجاجات ويركز على اللاعب. نشاهدوا مره اخرى هذه الكره اللي كان ديال اللاعب القديوي، هنا شاكير في هذه الكره. اذا اللاعب دويك هو اللي ارتكب هذا الخطا. على اي كنظن انه اللاعبين لا ديال الرجاء ولا ديال فريق الجيش الملكي لهم من تجربه ما يكفي اللي يكونوا في مستوى الحدث وضغط الحدث ايضا خشن الانفعال. هذه محاوله للفريق، لكن الحكم يقول كره لصالح فريق الرجاء البيضاوي. تصبح هجوم مضاد، دقائق تمر ربما سريعه على فريق الرجاء البيضاوي. هذه محاوله بوسط لاعب موبيل، لكن اللاعب كان في المكان المناسب،
باكايو كولي تسدل هاد الكرة اللي كانت أمام اللاعب مومي، فرصة للتسديد في اتجاه المرمى الحارس برقادي. مرة أخرى ياجور، ياجور عند اللاعب الوادي، كتصبح هجوم مضاد لفريق الجيش الملكي عند إلياس الحداد، عند اللاعب القديوي ضائعة، كترجع مرة أخرى عند فريق الجيش الملكي. صراع كبير على الكرة بين الطرفين، بين فريق الرجاء وفريق الجيش الملكي، ولكن بشكل كبير هاد اللحظات هذه عند اللاعب الحفيظي. الحفيظي خطأ لصالحه، كثرت الأخطاء في هذه اللحظات وكثرت الانفعال. الانفعال لأنه داخل في الأجواء المحيطة بمقابلة. إذا شاهدوا مرة أخرى التدخل ديال اللاعب طونغارا اللي أعطى خطأ للاعب الحفيظي. طونغارا اللي سبق له لعب مع شباب أطلس خيفا. إذن واحتجاج المدرب غاريدو في هذه اللحظات. إذن ندخل 10 دقائق الأخيرة من عمر هذه المقابلة. المردود الفردي لكل لاعب ديال الجيش الملكي. البرقادي تجربة كانت حاضرة، الشيخي اكتفى بالأدوار الدفاعية فقط، الحداد السماتة وكانت تغطيته جيدة، باكايوكو أنجور كوغياس وشوية لم يساند الهجوم، بالرحمة تكلف بكل أدوار الدفاعية في الوسط، الغرجاوي حضر في كل أدوار في الوسط، اليوسفي ضغط كثيرا على حامل الكرة، كمال أنجور بورتينيست، طونغارا عطاء متواضع كلاعب منتدب، دياورا اللاعب بدون كرة كانت من مميزاته في هذا اللقاء. نعم فؤاد، بالنسبة للتغييرات اللي طرات، واش تغييرات كانت تغييرات تغيير اللعب داخل الملعب بالنسبة لكل مدرب، ولا فقط كانت تغييرات للضرورة لأنه اللاعبين ما كانش المردود ديال التغييرات ديال الخيري كانت لسد الفراغات، لتقليص المساحات، لتصغير الممرات، وبالتالي غاريدو كانت تغييراته للاعب الكلي الكل، إخراج اللاعبين بأدوار دفاعية وإدخال لاعبين بأدوار هجومية لأنه متخلف بهدفين لواحد. نعم والكرة مرة أخرى عند فريق الجيش الملكي للاعب محمد كمال، التمريرة في اتجاه المربع لكن فقط كان اللاعب شاكير اللي كيرد الأنس زنيتي. أنس زنيتي عند لاعب مومي ضاعت منه، كترجع مرة أخرى جيدة عند اللاعب الرحمة، عند لاعب قديوي، عند اللاعب طونغارا. طونغارا مازال محتفظ بالكرة. طونغارا ربما حتى اللاعبين ديال الجيش الملكي بالطريقه اللي كيلعبوا بها كيستفزوا اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي باللاعب الفنيات اللي بعض الاحيان كتستفز اللاعبين، ودخلوا بطريقه غير مباشره غير مرغوب بها من طرف خيري في اللاعب المنظم في الحمله المنظمه بهذا اللاعب هذا، وما خرجش اللاعبين ربما انه هذه الطريقه ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء ديال فريق الجيش الملكي لانهم منتصرين لانهم كيحاولوا، ولكن ربما لصقوا اللاعبين ديال فريق الرجاء. هذه فرصه للاعبين فريق الجيش الملكي انهم يسيطروا على المقابله اكثر. هذه محاوله لفريق الجيش الملكي تقويه، تمر محاديه كانت فرصه للتسجيل هدف ثالث بالنسبه لفريق الجيش الملكي، لانه كنظن انه الحارس انس ميتيل لمس الكره بالفعل، وبعد احيان امتلاك الكره كتدخل في الحاله الدفاعيه، عندما تمتلك الكره اكثر وقت ممكن فانت تحرم الخصم من الكره وبالتالي كتدخل في الحاله الدفاعيه ديال الفريق. يعني اذا الكره مره اخرى لفريق الرجاء البيضاوي عند لاعب الحافظي اللي تجاوز لاعب الرحمه، لكن الرحمه كيتمكن من الكره، كترجع مره الكره عند لاعب الحافظي في اتجاه المربع لكن ضائعه عند لاعب الرحمه اللي كيبعد الكرة عند لاعب القديوي. التمريرة هذه خطيرة لكن شاكير كان في المكان المناسب، شاكير للاعب متميز صراحة باللياقة البدنية ديالو بالإمكانيات ديالو لحاضر الدفاع الهجوم وسط الميدان مساند للدفاع. أيضا في التمريرة ديالو أيضا تمريرة جيدة. الكرة مرة أخرى عند لاعب مومي اللي دخل مربع العمليات، محاولة لفريق الرجاء البيضاوي لكن كتمشي ركنية لصالح فريق بل ياجور هو اللي كان وراء هذه المحاولة. ياجور اللي كما ذكرنا منذ تضييع ضربة جزاء ربما كان عنده واحد الوقع نفسي ربما سيء على اللاعب اللي ما شاهدناش محاولات أخرى. هو الذي كان دائما نشيط في الهجوم ديال فريق الرجاء البيضاوي، باحث عن الأهداف، مسجل الأهداف، ونذكروا فقط مقابلة فريق أولمبيك ورينغاو الأهداف اللي سجلها الفريق اللي أعطته الانتصار بأربعة مقابل ثلاثة. محاولة مرة أخرى لفريق الرجاء البيضاوي، تمريرة في اتجاه المربع لكن ما كيتمكنش، كترجع مرة أخرى، كتصبح هجوم مضاد لفريق الجيش الملكي. الكرة تبعدات ولكن من حسن لاعبي الحظ في لاعبي فريق الجيش الملكي أنهم تمكنوا منها عن طونغارا. طونغارا خطأ بالفعل ضد طونغارا
اللي كنظن انه كان بامكانه يركز مع الكره اكثر ما يركز مع تضييع الوقت. نشاهدوا مره اخرى كيف ارتكب الخطا اللاعب تونغارا وايضا تدخل جيد ديال اللاعب بوطي. والدقائق الاخيره غتكون فيها الاثاره اكيد. اذا خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبه للمردود الفردي لكل لاعب ديال الرجاء، زنيتي عماده واستقبال هدفين، شاكير انجور بوليفالون، بوطيب غياب امدادات ديال التغيير في صفوف فريق الجيش الملكي. سنتعرف على هذا التغيير، خروج لاعب بالرحمه واللاعب اللي دخل هو اللاعب المهدي خلاط. بوطيب غياب امدادات جانبيه، والحاج لم يتجاوب مع بانون، بانون يمر بمرحله فراغ بعد الشان، مابيدي بالف رئه لا يتوقف، عبادي اهميته يعرفها غاريدو لوحده، الحافظي امتاز باللمسه الاخيره، خضروف سجل فغاب، حدراف امتاز بالسرعه، ياجور ضيع ضربه جزاء ضاع بسببها في المقابل. نعم الكره مره اخرى عند لاعب دياورا، لكن بدر بانون يتدخل ويتمكن من الكره عند انس زنيتي عند لاعب شاكير. شاكير مازال محتفظ بالكره، كيغير اتجاه لمن في اتجاه اللاعب ياجور، ضائعه كترجع عند اللاعب خضروف، خضروف بدوره الجهه اليسرى تغيير الاتجاه، محاوله بوسط اللاعب الوادي، الوادي مازال محتفظ بالكره كيحاول يمرر، ما كاينش خطا يقول الحكم. كترجع مره اخرى عند فريق الجيش الملكي، هجوم مضاد سريع بوسط اللاعب محمد كمال، صراع الكره لكن في نهايه المطاف كيتمكن الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي من الكره، وكتصبح هجوم مضاد سريعه هاد الكره، انطلاقه جيده بوسط اللاعب. مازال كاين الاهداف على ما اظن، مازال اذا ربما خمس دقائق وكنظن حتى الوقت بدل طائع لانه غيكون كانت توقفات كثيره، اللي غيكون في حدود اربع دقائق او ثلاث دقائق على أين سنرى المجريات الجولة الثانية، مجريات ما تبقى من الجولة الثانية. ثلاث دقائق تفصيلوا على الوقت القانوني في انتظار الوقت بدل الضائع. على أين فريق الجيش الملكي حتى الآن أفلح في الحفاظ على النتيجة، النتيجة اللي مسجلة ديال التفوق على فريق الرجاء البيضاوي، هل يتمكن من ذلك حتى نهاية المقابلة؟ ذلك ما سنرى خلال ما تبقى من وقت القانوني للمقابلة، ما أيضا والوقت بدل الضائع الذي سيعلن عن حكم السيد تيازي الذي قاد هذه المقابله. كنظن انه بكل اقتدار ما كانتش شي تدخلات اللي ربما ماشي في محلها بالنسبه للحكم السيد تيازي. اذا الكره عند البرقادي، البرقادي اللي بعد الكره عند هناك شاكير و دياورا وكذلك طونغارا، كترجع مرة أخرى للجهة اليمنى، تسديدة قوية لكن كتمشي عند اللاعب شاكير، وكنظن أنه اللاعب بالرحمة كان دوره دور جيد، ربما الإصابة هي اللي خرجته. بالفعل ربما شاف خيري بأنه بالرحمة ما يقدرش يكمل المقابلة. المقابلة إذا شاكير ينفذ التماس عند لاعب حافظي عند حدراف، ولاحظوا أنه كل لاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي ربما كلهم اتجهوا للجهة اليمنى في الوقت اللي ما كنلاحظوش على الجهة اليسرى التحركات اللي شاهدنا. لأنه جربوا من الجهة اليسرى وما ما عطاش الأكل ديالها. دابا التغيير ديال حدراف بعض الأحيان الجهة اليمنى كتخليهم يعتمدوا على الجريمه. نعم اذا الكره عند الحارس البرقادي، ما كنظنش انه لا المدرب غاريدو ولا اللاعبين ولا التغييرات اللي قام بها المدرب غاريدو ان اعطت الاضافه لفهاد المقابله بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. واللاعب البزغودي سيدخل في هذه اللحظات، البزغودي اللي كنعرفوا من التجربه ديالو الكبيره اللي مع العديد من الفرق، لا مع فريق اولمبيك فريكا، لا مع فريق الدفاع الحسن، البدايه ديالو مع نادي تبركان في الهوات. اذا مع العديد من الفرق والتجربه ديالو اللي قادره انه ربما في بعض الاحيان في الهجوم ديال فريق الجيش الملكي يعطي الاضافه. اذا مره اخرى توقف الواجهه، غاريدو اكيد انه بعد انتصارين متتاليين خصوصا في الديربي وفي مقابلة ضد أولمبيك فريبكا كان يمني النفس بالفوز أيضا خلال هذه المقابلة اللي واصل فريقه المسار التصاعدي، واصل أيضا مكانته في مقدمة الترتيب ويحافظ على هذه المكانة. وتغيير في صف فريق الجيش الملكي، دخول اللاعب رقم
14 لاعب ابراهيم البزغودي وخروج دياوارا. اذا مره اخرى الكره عند لاعب موميم الجهه اليمنى اللي التمريره ديالو كتمشي تماس لصالح فريق الرجاء البيضاوي. دائما سرعه كبيره اللي كيحاولوا بها اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي داركو الموقف، لكن حتى الان كل محاولات اللي قام بها ما كتشاهدش من خلالها خطوره على مرمى الحارس البرقادي اللي كان في فرحه كثيره خلال هذه الجوله الثانيه. محاوله بوسط لاعب محمد كمال، ضاعت الكره كترجع مره اخرى عند فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب الوادي مازال محتفظ بالكره امامه اللاعب مومي، وكذلك يجور من الجهه اليسرى تمرير داخل المربع. هناك اللاعبين والمدافعين ديال فريق الجيش الملكي اللي كيتعاونوا بيناتهم. خمسة دقائق وقت بدل ضائع لانه كانت توقفات كثيره خلال هذه الجوله الثانيه. كتمشي الكره مره اخرى عند فريق الجيش الملكي عند محمد كمال اللي بعدها. كنظن انه فريق الجيش الملكي الهاجس الان ديالو هو الحفاظ على النتيجه المسجله حتى الان والتفادي كل مفاجاه يمكن تحدث خلال وقت بدل الضائع. الكره مره اخرى عند فريق الجيش الملكي، هجوم بوسط لاعب تونغارا امام اربع مدافعين، لكن في نهايه المطاف كترجع عند لاعب خضروف دورة عند لاعب بدر بانو. الحكم يقول خطا لصالح فريق الرجاء البيضاوي. كيتنفذ بسرعه كينطلق الهجوم ديال فريق الرجاء البيضاوي عند لاعب شاكير كيغير الاتجاه عند اللاعب مومي لكن ما كيتمكنش. كترجع مره اخرى عند محمد كمال، محاولات كره ضائعه من الجانبين فريق الجيش الملكي اللي كيحاول قدر الامكان انه يدافع فقط على الامتياز اللي عنده. حتى الان كره عند لاعب حدراف والحكم يقول ركنية لصالح فريق الرجاء البيضاوي. هي مسألة ثلاث دقائق على فريق الجيش الملكي أن يدبرها، على فريق الرجاء البيضاوي أن يدبرها أيضا من أجل تسجيل هدف التعادل. على أن أنا سنرى أيهما سيتفوق، فريق الجيش الملكي في الحفاظ على نتيجته أم الرجاء في العودة في النتيجة. على أي محاولة بوسط لاعب حافظي كان خطأ، حكم قال ما كاينش اي خطا وبالتالي هجوم مضاد لفريق الجيش الملكي. انطلاقه لفريق الجيش اللي بامكانه انه يستغل ربما كاين تسلل لفهاد وما كاينش لو دوزاج. اذا البزغودي اللي ضيع فرصه على فريق الجيش الملكي. كترجع مره اخرى عند البزغودي واللاعبين ديال فريق الجيش ما بقاش كيهمهم انهم يزيدوا هدف ثالث بقدر ما انهم يحافظوا على الكره ويضيعوها ويضيعوا الوقت. بالفعل وحتى التمريره من الاتجاه البزغودي فكانت قويه جدا وكان بامكان انها تشكل، لانه لاحظنا كانت فرصه اخرى لفريق. اذا هذه محاوله لفريق الذي هو انذار، ربما انذار سيكون لفريق الرجاء البيضاوي. اذا بالفعل انذار للاعب القديوي لاعب فريق الجيش الملكي. شاهدوا مره اخرى كيف انطلق حدراف وكيف ارتكب لاعب القديوي الخطا. حتى الان فريق الجيش الملكي ناجح في الحفاظ على هذه النتيجة على بعد دقيقتين فقط من نهاية الوقت بدل الضائع. الكرة عند لاعب محمد كمال ما كاينش خطأ. الكرة مرة أخرى عند فريق الرجاء البيضاوي بواسطة اللاعب بدر بانون عند اللاعب مومي. آخر محاولات في هذه المواجهة، ضربة رأسية ديال الدفاع ديال فريق الجيش الملكي اللي كيبعد الكرة وكترجع مرة أخرى عند اللاعب مومي. ضغط في هذه اللحظات بحثا عن هدف التعادل لفريق الرجاء البيضاوي. بدر بانون بل كيتصدى لها اللاعب تونغارا وكتمشي تماس بين حماس لاعبي فريق الجيش الملكي في الدفاع عن واستماتت وحماس ايضا لاعبين فريق الرجاء البيضاوي بحثا عن هدف التعادل. اذا الكره مره اخرى كترجع المربع عند اللاعب الياس حداد عند اللاعب القديوي مازال محتفظ بالكره اللي كاين الدور ديالو هو انه يحاول يضيع الكره اكبر او يربح في الكرات اللي كيحتفظ بها الثواني والدقائق، وفي نفس الوقت كما ذكرت انه يكون كذلك استفزاز اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي. على اي دقيقه فقط تفصيل على نهايه هذه المقابله.
هدفين لواحد لفريق الجيش الملكي. هدف الأول كان لفريق الجيش الملكي تمكن من تسجيل اللاعب محمد كمال، عادل النتيجة خضروا في الرجاء البيضاوي، واللاعب برحمة تمكن على يتري ضربة خطأ من إضافة الهدف الثاني لفريق الجيش الملكي المنتصر حتى الآن، والذي في حال انتهاء المقابلة بهذه النتيجة سيصبح رصيده 28 نقطة، بينما رصيد فريق الرجاء البيضاوي سيبقى 31 نقطة ويصبح مهدد بفريق اتحاد طنجة. اتحاد طنجة الذي سيلعب يوم غد ابتداء من الساعة الثالثة زوالا أمام فريق الراسينغ البيضاوي في آخر لقاء عن هذه الدورة، في حين الفريق الآخر الفريق المطارد هو فريق حسني تقدير لن يلعب هذه الدورة، فمقابلته ضد فريق نهضة بركان تم تأجيلها بسبب التزام فريق النهضة البركانية بالمنافسات الإفريقية، والحكم في هذه اللحظة يعلن على نهاية المقابلة بتفوق فريق الجيش الملكي بهدفين لواحد. جولة ثانية عرفت التكافؤ في الهجمات، غياب الهجمة المنظمة أعطت التكافؤ في نسبة امتلاك الكرة، خيري اعتمد على تصغير مساحات